المقصود الإيمان الحق يخرج الإنسان من حياة الظلمات إلى حياة أنه يبصر الأشياء على حقائقها، ينظر إلى الأشياء ليس حياة مادية. شوفوا انظروا إلى هؤلاء الذين يعتبرون عقولهم كبيرة، يقول لك بالعقل وبالمادة وبالحس، شيء أشياء ينكرونها، يقول لك ما يستوي ما يمكن، لكنه فقط لأنه رأى شاف الفاكس، هذا اللي يسميه فاكس، الفاكس هيش تدخل ورقة هنا وتخرج مثلها في مكان آخر. هؤلاء اللي يقولوا أصحاب عقول، لو ما كانوا في هذا الزمن ورأوه بعيونهم يقولوا هذا ما يستوي، لا يمكن، عقولنا لا تقول بذلك، هذا سحر. ولكن لأن الله سبحانه وتعالى حرمهم من الإيمان الحق، فإذا بهم يأتون بألفاظ تدل على إنكارهم للإيمان بالغيب، فحياتهم حياة ظلمات، والأمثلة على ذلك كثيرة. يعني مثلا قد يكون ينكر البعض منهم الكرامات، أنا ما أتكلم عنه يدخل الجدار ويخرج الجدار رسوم متحركة، أنا ما أقول عن هؤلاء، الكرامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أوليائه، قال ما يستوي، لأنه هو محروم، حرمه الله ولم يرى ذلك في حياته في نفسه وفي من حوله، فلذلك ينكر لأنه محروم، مثل الذي ينكر الخشوع، قال ما يستوي مستحيل، بس يتذكر هو شيء، قال عمر رضي الله عنه جيش جيشا في الصلاة، مستحيل واحد يخشع في الصلاة لأنه هو محروم من الخشوع في الصلاة، فلا يفهم هذا، لأنه محروم نزع عنه. وهكذا عندما تذكر له عن الذين يذكرون الله كثيرا، قل شيء ناس يذكرون الله، يعني أول أمس جالس أقول لواحد قال يقول أنا أخبرك إن شيء أعرف حد وأعرفه يقول لا إله إلا الله في اليوم الواحد 100,000 مرة، 100,000 مرة. لكن قد يكون بعض العقول لأنها ما زالت في حياة ظلمات، لا يرى إلا نفسه هو الحكم، يعني عندما ينظر لنفسه أنه لا يستطيع ذلك قال ما يستوي، زين صك أنت محروم، أنت ما زلت في حياة الظلمات. مثلا الذي المقصود الغافل الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيستنكر هذا الأمر لأنه يعيش في حياة الظلمات، والله ولي الذين آمنوا هم هؤلاء الذين يخرجهم من حياة الظلمات إلى حياة النور، الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويؤمنون بالخبر ولو كان في ذلك تكذيب النظر. وهذا الذي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يؤمنون بالخبر من الله سبحانه وتعالى ولو كانوا ما ينظرون إليه عكس الأخبار، فيؤمنون بالخبر ويكذبون النظر. وهناك من الناس من يصدق النظر ويكذب الخبر، مثل الربا، الربا صيك يقول لك شوفها تخلي لهم 1,000 تحصل 2,000، وحدي شايفنه 1,000 والفائز الأول 100,000 والفائز الثاني 50,000 والفائز الثالث 3,000، شايفنه وحدي. والله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا، الخبر يقول يمحق والنظر يقول يزيد، فإذا بهم يصدقون النظر ويكذبون الخبر، بينما المؤمن الذي تبين له الرشد وظهر له الأمر يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يشوف في النظر أنه يقول أنت إذا تصدقت عندي 10 ريالات وتصدقت بريال نقصا، بينما جاء في الخبر ما نقص مال من صدقة،
وأن الله سبحانه وتعالى قال في الخبر أنه قال سبحانه ويربي الصدقات. فلذلك المؤمن تجده يصدق الخبر ولو كان في عينه وفي نظره تكذيب للنظر، ما ينظر إليه، لأنه يعلم أن وعد الله حق. هذا الإيمان، حياة خروج الحياة من حياة الظلمات إلى حياة النور.